شو هي أسباب ضعف المشاهدات؟ بمعنى المقطع لتعرف كل التفاصيل وتحل هاي المشكلة. دعمنا بلايك واشترك بالقناة إذا كنت جديد، ويلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب؟ رجعت لكم فيديو جديد. بفيديو اليوم راح نحكي عن سبب ضعف المشاهدات بشكل عام. السبب الأول والرئيسي لضعف المشاهدات على تطبيق اليوتيوب هو إنك تستخدم محتوى معد استخدامه. كيف يعني محتوى معد استخدامه؟ إنك تجيب محتوى من منصة تانية مثل منصة تيك توك أو إنستغرام أو أي منصة أخرى، تجيب المقطع مثل ما هو بتنشره على قناتك على يوتيوب. هاي الشغلة فيها مضرة للقناة، حتى لو جبت مشاهدات هي مضرة للقناة وما راح تقبل قناتك ببرنامج شركاء يوتيوب. والسبب الثاني إنه هو المحتوى اللي بتقدمه ما في عليه طلب، يعني لازم تختار محتوى الناس اللي تبحث عنه، أو بتختار محتوى الترندات اللي دارج هلا بالأوقات الحالية. لأنه قناتك إذا كانت صغيرة وعم تعمل محتوى ما في إله قيمة وما حدا بينتبه، مثل شخص افتتح محل عادي بين مجموعة من المحلات السوبر ماركت، المحلات الكبرى واللي صار لها زمان بهذا الشارع، يعني شيء أكيد الناس ما راح تجي على محل عادي بين مجموعة من المحلات الفخمة أو المحلات الكبيرة أو القديمة. أحد الأسباب إنه ما في أساليب جذب للمشاهد، يعني بتخلي المشاهد ما بيستمتع عندك بالفيديو. مثلا أنت عملت فيديو رائع وتعبت فيه لهذا الفيديو وقعدت ساعات طويلة لحتى تعمل المونتاج، بس هذا الفيديو ما فيه جذب، أكيد ما راح يجيب مشاهدات. أو مثلا أنك عامل فيديو والناس كلها عم تبحث عنه بس ما عم يجيب مشاهدات، بيكون أحد الأسباب إنه أنت ما أنك مختار عنوان مناسب لهذا الفيديو، أو ما أنك حاطط صورة مصغرة لهذا الفيديو بتليق فيه. خلاصة كلامي إنه لازم تلعب على هذا الوتر، إنك تختار صورة مصغرة بتناسب الفيديو وبتجذب الناس، وعنوان مناسب لأي فيديو تنشره على قناتك على اليوتيوب. ولهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسى تشترك بالقناة، وإذا بعدك ما عملت لايك اعمل لايك ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.